طيب فكرة برضو ان انت بتروح الشغل، انت طبعا باش مهندس قد الدنيا ومنزلنا رجلينا وكل حاجة وكده، بس فكرة ان انت اكيد زمايلك بيعاملوك معاملة اللي هو الشريف اللي دمه خفيف قوي، وده اللي على طول اكيد بيضحكنا في الشغل، ولا انت على السوشيال ميديا بشخصية في الشغل بشخصية؟ عايز اقول لك يعني عارفه الاتامه والرخامه والرزاله هو انا في الشغل. لا والله. يعني ما انا انا في كنت ناس، عايزه اسالك برضو، اصلا اقول يعني اللي لينا تفسير للي بتقوله، بترجع هيبه المهندس ازاي؟ انت ما فيش بتبوظها في اصلا، السوشيال هو ميديا. اصلا هو لما الفيديوهات دي طبعا مش قايل لحد يعني ان انا بعمل فيديوهات او كده، بس الفيديو ده بالذات لما سمع خلاص بقى، شهر خلاص، اتفضحت بقى. ففي ناس اصلا ما عرفتش ان انا يعني، لولا بس اوكي. ان هما جم سالوني او سمعوا ايه كلمه مهندس شريف، ما هوش معقول نفس الاسم برضو ونفس مش عارف الغمازه ونفس مش عارف ايه، لا هو فبداوا ايه حتى اللي ما يعرفنيش قوي في الشغل، لان احنا كذا مبنى يعني مش كله يعني مش احنا مش اداره واحده، لا ادارات كتير، مبنى كذا دور، فمش كله عارفني فيس اوكي. تو فيس او شخصيه. فبدا يجي يسالني بقى، هو انت يا باشا الفيديو بتاع الكذا ده؟ يا نهار ابيض، اعذرني انا كنت بسترخمك، لان انا شويه ايه، انا في الحقيقه بوكر فيس شوية. لا يعني ايه، ومش بتكلم كتير غير لو انت مثلا جيتي فتحتي معايا موضوع، يعني انا ما اعرفش اسير الموضوع كده وافتحه، مش اجتماعي انا قوي قاعد في ساكت الشغل يعني. محدش كلمني، انا قاعد ساكت بشتغل بشوف شغلي، اروح الساعه اوكي. جت كذا بمشي. يعني الحمد لله شغلي الناس تشيد بيه جدا وكده كمديريني وكده، فانا ما حدش يتوقع خالص، فده كانت صدمه، طبعا. كله كان مصدوم. انت طب بس انت الفيديو مش عارف ده، انت بي يعني بيلمس قوي في حته معينه، ده احنا كنا مش عارف امبارح كنت انا قاعد كده فعلا في الميتنج بالشورت ومش عارف ايه، والموضوع ابدو فلقيت الناس فكت بقى، لا ده انتوا فكيتوا خالص بلدكم. بقى. طيب انت كان في حد بيكلمك في الفيديو، انت كنت محضر ده من قبل كده، ولا انت عملت مكالمة مع حد من صحابك عشان يساعدك في القصة؟ بصي هو الموضوع انا ما كنتش عايز اقوله، بس هو خلاص عدى عليه، هو نفس انا يعني، هو انا نفس الشخصيات اللي لا بترد عليا، بتهزر. يعني يمكن بغير الصوت سنة كده بس بلعب فيه كده، لكن هو انا، ما بس فيش حد برافو عليك معايا باين والله خالص. يعني. لا ده هم برافو عايز اقول فعلا لك، الناس بقى يجي لي تعليقات ان هم عايزين الراجل ده. جماعة والله ده أنا بس. لا انا ما قلتش خالص يعني، انا كان اللي بيسألني ما كنتش يا اما ما كنتش بتهرب من بترد. اجابة او مثلا ايه بقول له ان شاء الله وبتاع. طب وانت بصراحة كنت بتحضر الميتنجز بالشورت كده، ولا ده كان عشان الفيديو؟ بس بصراحة يعني والله يا الحق فندم، حلو برضه وانا يعني. عايز اقول لك ان انا يعني الفيديوهات دي انا كده محترم جدا يعني، كده غفور. انا عشان عارف الناس هتشوف اوكي. في البيت بقى لا او في احنا كنا الحقيقه بنشوف مهازل ايام رحراحه، الكورونا يعني، طبعا بيبقى والناس اللي بتعدي من ورا. كان عندك لا فيديو هي تاني؟ بتكلمنا عن موضوع الشورت او كده. لا انا في الحقيقي كان بيبقى فيه انسيابيه اكتر من في فيديو تاني تمام فهمنا. لباعة جائلين وتخبيط وفي ناس عملت بتنمي. كل ده. انا الميتنجز دي كلها عملتها اجزاء بقى، يعني حوالي 4 اجزاء كده، في الدوشه دي وفي برضه موضوع الباعه الجائلين ده، عملت كل ده ده كان ونزلته لذيذ يعني. قوي. ايوه الحاجات دي حلوه قوي. طب انت حاسس برضو بعد بقى ما خلاص بقيت ما شاء الله يعني عندك فولورز وناس بتحبك وبتشوفك في كل مكان وكده، ممكن تعمل شيفت شويه لموضوع الشغل، تعمل فيديوهات في المطلق عادي، ولا انت حابب تتخصص في الحته دي؟ لا انا عملت كتير يعني، عملت برضو فيديوهات عن الزوج والزوجه والاولاد، عملت يعني كذا نوع كده من السواقين اللي بقابلهم، اوكي. عملت برضو يعني الناس كانت بتقعد تكتب في الكومنتات انت بنحبك، لازم تمثل، لازم نشوفك بقى على التلفزيون مش عارف ايه، فبدات اعمل مشاهد ايه من افلام كده بس بطريقتي انا يعني. اوكي. لو انت كنت مثلتها كنت تعملها ازاي؟ ايوه مش هي عايز مثلا الفيلم مزيجة لينا دايما نعمل الحركة دي في الضيف، ونزنق الضيف ونقول له بس جرب فيلم تمثل لنا مافيا، حاجة. فيلم مش عارف بتاع الباشا تلميذ اللي هو محضر بتاع حاجة دلوقتي، فاكر حاجة تعملها لنا؟ ممكن مثلا ايه بتاع الباشا تلميذ ده، انا بحب قوي الحتة اللي هي بتاعت لما بيكتشفوا ان كريم عبد العزيز ظابط ظابط. بس خلاص بقى يوني انا والجامعة، اتغيرت عشانك دي. اللي هي غادة عادل وكده. اوكي. هو كان المشهد ايه، هو مشهد حلو بس انا شفته بنظرة مش عارف ليه فيها يعني في اوفر.